تقر تعترف انك حصلت على توقيع عدد من نجوم الزمالك ابرزهم شيكابالا؟ لا يعني ما... لا لا ما اعترف طبعا. حصلت ازاي؟ ايه حصلت ازاي؟ هو شيكابالا اللي طلب منك؟ لما كان في اليونان جالي حد قال لي شيكابالا عايز يرجع مصر وعايز نفسه يجرب في النادي الاهلي وتواصل معايا مره واثنين وثلاثه وبعدين انهينا كل الاجراءات وراح النادي الاهلي قابل مستر مانو جوسي وقابل حسام البدري بس الكابتن قال ما ينزلش الملعب غير لما كابتن توصل صالح كابتن حسن حسن حمد الا لما توصل الشهاده الدوليه قلت له كابتن شيكابالا مغترب ومالوش مكان يبات فيه الا مدرجات الزمالك ازاي يعني ايه الضغط اللي محطوط فيه ده هو بيجي اجازه يقدر يستحمل انما لو سيبناه اكتر من كده لازم يخش ويتدفى بتشجيع الجماهير قال لي لا يا عدلي وكان عنده بعد نظر لان في خلال اليومين ثلاثه بعد ما جبت موافقه النادي باوك واتفقنا على 600,000 يورو رئيس النادي اتشال وجه مجلس جديد ابتدى يتفاوض من جديد وشيكابالا نفسه رفع قضيه على النادي الجديد عشان يفعل عقده مع النادي الاهلي وكان لما كلمنا الاتحاد الدولي كان اللي ماسكه الملف واحده سيده قالت هنحكم يوم الاثنين يوم السبت حد راح سافر وقال له انا خلصت لك كل حاجه بس لصالح الزمالك ولو قلت الزمالك وسحبت الشكوى اللي مقدمها في الزمالك هتبقى الصبح في الزمالك فهو عمل كده عشان يلعب راح الزمالك اكتشف انه ما جابلوش الاستغناء وانه لعب شهاده مؤقته وتوقف بسببها.